العهود الكبيرة للعتبات المقدسة لإنجاح زيارة الأربعين، شرعت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة بتركيب منظومة كاميرات ذكية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي على الطرق الرئيسة المؤدية إلى مدينة كربلاء، توفر بيانات دقيقة حول أعداد الزائرين الوافدين إلى المدينة. العتبة العباسية المقدسة نصبت منظومة لعد الزائرين، هذه المنظومة بدأ أول استخدام إلها عام 2016 قبل حوالي 8 سنوات، وبدأت نعطي كعتبة عباسية إحصائيات سنوية، يعني خلينا نقول دقيقة نسبيا، إلى الجهات المعنية بعدد الزوار والعجلات اللي الداخلة إلى مدينة كربلاء أثناء الزيارة الأربعينية. هذه الإحصائيات تساهم في توفير خدمات للزوار بالسنين القادمة، لأنه تعطي إحصائية دقيقة إلى الجهات المعنية لتوفير البنية التحتية وغيرها من الأمور المهمة. هذه السنة اللي استخدمناها هي منظومة تعمل بالذكاء الصناعي، المنظومة بها دقة أكثر. المنظومة تعمل على مدار الساعة وتقوم بتحديد أنواع العجلات وعدد الزائرين داخلها بدقة عالية، مما يتيح إدارة أفضل للحشود والخدمات، وتشمل أيضا كاميرات أخرى متخصصة في التعرف على الوجوه وحساب أعداد المشاة من دون الحاجة إلى تدخل بشري. هذه التقنية المتطورة ستزيد من فعالية إدارة الحشود وضمان سلامة وأمن الزائرين. نشرنا كاميرات المخصصة للعد على المحاور الرئيسية الثلاثة المؤدية لمحافظة كربلاء، محور بغداد والنجف والحلة. هذا نفس كل سنة، يعني أكيد هذه المحاور، ولكن هذه السنة تفرق بأن استخدمنا كاميرات ذات تقنية أعلى، تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي اللي تكون دقيقة جدا في العد. طبعا تستخدم للعد الناس اللي المشاة اللي تمشي بالطريق الزائرين، وكذلك عد الزائرين اللي راكبين بالسيارات. تعد هذه الخطوة نقلة نوعية في استخدام التكنولوجيا الحديثة لخدمة الزوار، وتعكس التزام العتبات المقدسة بتقديم أفضل الخدمات للملايين من الزائرين في موسم الزيارات المليونية. لبرنامج يوم جديد، طارق خفاجي، قناة الرشيد الفضائية.